عمرها ما كانت حاسة. أنا رحت انضم في مرة، رحت انضم في مرة لخيلة مندسة. التهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة. لقيت خلق كتيرة تقول مصر بناسها، بتعيجي مليون وبيزيدوا لسه. يا عيني عالقلة، يا ليلي عالمندسة. شاب بيعزف عود، شاب بيعزف عود بأصابع خارجية، تلاقي كاتب النوتة في أجندة دولية. قربت لقيته بيعزف أغاني الشيخ إمام، ويرد عليه الشعب يريد إسقاط النظام. بقى هي دي القلة عيا عرة الإعلام. يا بوء النظام، يا بوء النظام، يا ساقط ابتدائية في اختراع اسمه قنوات فضائية. يعني ما سمعتوش عن حاجة اسمها دش، ولا ما زهقتوش من التضليل والغش؟ وبعد ده كله لسه المذيع له وش؟ يا عم الإعلامي، يا عم الإعلامي، يا ابو الكلام شفاف، طلتك عالشاشة توحي بالإسفاف. بطل بعقولنا كذب واستخفاف. إن هذا الوطن العزيز هو وطني، مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. شعب يريد استقالة الرئيس. فيه عشت وحاربت من أجله، ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت. إن الوطن باق والأشخاص زائلون، ومصر العريقة هي الخالدة أبدا. انت ما بتحسش بقى، انا مش عارف قدرت ازاي ما تعيطش. بعد جيل حفظ الله هذا الوطن وشعبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدبيحة لما تقع سكاكينها بتكتر، وده أسوأ شيء في الدنيا، بغض النظر عن بقاء مبارك أو عدم بقائه. الراجل ده السكاكين كترت عليه، العجل وقع هاتوا السكينة، العجل طار هاتوا المنشار، وكأني مفيش في الدنيا خالص غير الخلاص من هذا الرجل. ناس كتير كانت بتبوس جزمته، وانا اعرفهم كويس، وبيتكلموا عنه كأنه شطار، ويجروا على جمال مبارك يتمنوا حتى انه يتف عليهم وياخدوا التفة ويعملوها كالونيا. الرجل ده اتخان اتخان، اتخدع اتخدع، محدش قال انه مبارك كان صح، مبارك كان غلط. ايوه كان في سرقة، ايوه كان في رشاوي، ايوه كان في اعتقال وخطف وقتل وسحب، ايوه كان في توريث هيحصل طبعا، كان بيبيع ويشتري فينا حصل. لكن اللي انا اعرفه كويس، اللي انا عارفه كويس ان الراجل ده عمره ما اجرم بحق هذا الوطن. ما ينفعش بتقولي 83 واحد ده رافضينه، امال انا ايه؟ ما انا واحد من 83 مليون. بمجرد ما خلص بيان السيد حسني مبارك
العظيم الجميل كلمت ناس كتير قوي من اللي موجودين في بلاد التحرير روحوا بيوتهم، اللي هم ثمن الحرية غالي لكن ثمن الأمن والأمان أغلى. النهاردة لما الرئيس اتكلم حسيت يعني ايه كرامة حسني مبارك من كرامة كل مواطن مصري. يا جماعة عيب نقول ارحل، عيب ده ابو المصريين. كلنا بنقول نعم لمبارك، كلنا بنقول قلوبنا يا جماعة، يعني انا مش متخيل حد غيره يعني يبقى مصيرنا في ايديه. يعني 30 سنة 30 سنة دول يعني انا عندي رأي تفتكروا ربنا مش عايزه يبقى 30 سنة موجود وهو فضل 30 سنة غصب يعني بمزاجه؟ لا ده هو اللي محافظ على امننا، هتعرفه ده لو هو مش موجود. انا بقى نفسي اعرف انت ما عيطتش ليه؟ انا اللي نفسي اعرف حضرتك كنت بتعيط ليه؟ طبعا حبيبي ولازم اعيط له، لكن دلوقتي بصراحة في الموقف ده انا فرحان. عارف ليه؟ ليه؟ الناس اللي عايشة في رعب بقالهم كام يوم في البيوت كل انفعالاتهم دي هتطلع في شكل تعاطف ودموع وحقك علينا يا ريس، حقك علينا يا ريس. يبقى شوف كده اهو، بس الناس اللي في التحرير ما كلش معاهم الشويتين دول وتجننوا اكتر، يبقى المنفعلين هيقعوا في المتعاطفين ونطلع احنا منها سالمين. ازاي؟ بكرة كل الرجالة بتوعنا بتوع الحزب والمحليات وعائلاتهم لغاية بتوع البوفيهات اللي في مكاتب الوزراء وأسرهم، ومفيش مانع كمان من شوية فنانين على مزاز مشاهير هينزلوا جري على ميدان مصطفى محمود، ده غير شوية الناس اللي هتنزل تتفرج عليهم على الحقيقة والهتاف يشتغل بالروح بالدم نفديك يا مبارك، بالروح بالدم نفديك يا مبارك. مش ممكن يحصل كده؟ ممكن يا فندم. تضحك عليا؟ لا يا فندم حضرتك قادرة. هتشوف هيحصل بالروح بالدم نفديك يا مبارك، بالروح بالدم نفديك يا مبارك، بالروح بالدم نفديك يا مبارك. كان في اقتراح ان احنا نروح للناس دي دلوقتي ميدان التحرير. بس يا ابني انت وهو، انا قلت في التلفزيون امبارح لو العيال الصيع اللي في ميدان التحرير دول لغاية الساعة 12 الظهر يوم الخميس لو ما مشيوش هنروح نطلعهم بالجزم، لكن احنا ايه قاعدين مش هنروح لهم هناك ولا نموتهم ولا حاجة، واحنا ايه هنا اهو فين في مصطفى محمود. صور يا ابن الجملة دي هنحتاجها بعدين. طب انا نفسي افهم، ها يعني هم الخمناشر تمناشر واحد اللي في ميدان التحرير دول هيتكلموا باسم 80 مليون؟ لا حول الله. والجيش مش عاوز يضرب، مش عايز تضرب على عيني وعلى راسي، بس المفروض ده انا واحدة في الهواء الجبنة دول هيمشوا، الناس الحقيرة اللي في التحرير دول لازم يمشوا. انا اسف ان قلت لقب التحرير كده هو على الهواء، سامحني بس انا مشدود شوية، اعذرني. مش هو ده طباخ الرئيس؟ هو يا فندم. على عيني تسلم ايديه، نفسه في الطبيخ هايل وافكاره طعمة جدا. الناس دي كلها تجري، الناس الجبنة، الناس الحقيرة. حبيبي يا صفصف،
الناس الحكيره اللي في التحرير. ايه اخبار؟ لازم يمشي. اه طب ايه رايك؟ انا عندي فكره. ايه رايك لو الناس المؤيدين دول ايه؟ لا بقى ده طوارئ خواطر. ماشي ماشي على البركه. خير يا فندم. خيل؟ انت بتقول خيل؟ صفصف انت سمعت هاني؟ لا 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 ده بجد بقى طوارئ خواطر بالتفصيل. سلم لي عليه يا فندم. وصلوا سلامك. دول بيعرفوا اللي احنا بنفكر فيه قبل ما نفكر فيه. معانا النهاردة مفاجأة عصرية مش هتلاقوها في أي حتة ولا حتى في قناة سبيستون. احنا سبقنا كل قنوات الكرتون على مستوى العالم وانفردنا بهذا اللقاء مع ناشطة من شباب الثورة اللي ضميرها صحي وكاية النهاردة علشان تعترف على نفسها وعلى سمايلها وتطهر نفسها من العمايل السوتة اللي عملوها الشباب البايس بتوع التحرير. قولنا يا شيماء. الحكاية بدأت معايا اني كنت قاعدة على الفيسبوك بالاكاونت بتاعي اسمه المهرة الحزينة. قابلني شاب اسمه فارس بلا جواد. حسينا اننا هنكمل بعض وحبينا بعض. لكن هو مش عارف يتقدم لي عشان ما عندوش شقة ولا وظيفة. وقال لي الحل الوحيد عشان نتجوز اننا نعمل ثورة. وخدني عرفني على مجموعات إيثارية ورحنا كلنا اتدربنا على الثورة وعملنا بروفات على الثورة في أمريكا وصربيا وساحل العاج ومدغشقر. والبروفة الجنرال كانت في جيبوتي والست اللي كانت بتدربنا كانت إيرانية وجوزها أمريكاني وابنها إسرائيلي وابن عمها عضو في حزب الله وابن خالتها عضو في حركة حماس. وكانوا بيدونا فلوس بيدوا لكل قائد مجموعة 50,000 دولار ووجبة. لا 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 كده اتهامات خطيرة يا شيماء لا نسمح بها. شيماء كملي يا شيماء. ويدربونا ازاي نتعور وازاي نتقتل تحت المدرعة وازاي نستقبل طلقة القناصة في رقبتنا عشان الناس تتعاطف معانا. والهدف هو ان هم يوقعوا بين الشعب وبين باباهم حبيبهم اللي هو بابا مبارك. انا مذهول يا شيماء. شيماء طب كنت ساكت ليه يا شيماء؟ ما رحتيش ليه بلغتي امن الدولة؟ المشكلة مش في الشباب، المشكلة في الناس اللي جاية من برة عشان تسخن الشباب. دكتور البرادعي ودكتور مجدي يعقوب ودكتور أحمد زويل. لا 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 أحمد زويل لا مش هي دي الأسامي اللي اتفقنا عليها يا شيماء. افتكري كويس ما تلخبطيش الدنيا. حاضر حاضر أنا آسفة. آخر مرة آخر مرة. شيماء قوليلي بصراحة بصراحة ايه اللي صحى ضميرك وخليكي تسيب الناس بتوع التحرير الوحشين وتروحي مع الشرفاء بتوع مصطفى محمود وتيجي تعترفي النهارده؟ انا كانت سرقالي السكينه وكنت عايزه اتجوز باي طريقه. لكن لما شفت بابا مبارك في التلفزيون وهو بيقول لم اكن انتوي صعب عليا لاني كنت فاكره ينتوي وطلع لم ينتوي. وانا ما اعرفش مين اللي كان ينتوي بس هو لا والله لم ينتوي زي ما قال. اول ما سمعته خدت بعضي وجري على ميدان مصطفى محمود عشان اقول له انا اسفه يا بابا انا مش عامل كده تاني يا بابا يا بابا انا اسفه يا بابا انا هشتغل في كوافير واعمل جمعيه واجهز نفسي من غير ما اكلفك ولا مليم يا بابا. ما تعيطيش ما تزعلش مني يا بابا. ما تعيطيش يا شيماء ما ينفعش كده. بس يا شيماء طالما توبتي ربنا هيغفر لك اطمني. الحمد لله الحمد لله من بقك لباب السماء ويسامحني بابا. طب عندك مين يا شيماء تيجي بكره بعد ما تحفظي الدور بتاعك كويس؟ تحت امرك في اي اوردر عشان خاطر بابا. طب حد تاني يا شيماء اعلن توبته والانتمام لمتين مصطفى محمود؟ كلهم كلهم
راحوا على ميدان مصطفى محمود، كلنا خالد سعيد في مصطفى محمود، 6 ابريل في مصطفى محمود، حركة كفاية في مصطفى محمود، كل الناس في مصطفى محمود ما عدا مصطفى محمود. يعني من كلام شيماء نستنتج ان ايران واسرائيل اخيرا اتفقوا مع بعض، وكمان اتفقوا مع حماس واتحدوا جميعا علشان يسقطوا مصر، واحنا مشغولين في خلافاتنا. الحمد لله ظهر الحق، وستة ابريل دلوقتي في مصطفى محمود، وكلنا خالد سعيد في مصطفى محمود، وخالد سعيد في مصطفى محمود. حقيقة ما فضلش في الميدان غير الإخوان وحماس وبعض الأجندات الأجنبية زي النينشا تيرتلز والمزدوج الشرير وافتح يا مازنجر. وهنضطر دلوقتي ننهي الحلقة. يا ريت يا سيد. ماشي يا هناء، الحلقة انتهت. اتضح ان هذه الانسة اللي ظهرت صحفية كانت تعمل في احدى الجرائد التي يرأس مجلس ادارتها ورئيس تحريرها كاتب صحفي حكومي كبير سابق. يا سلام يا خوي، بس معروفة موجودة، وان زملائها يشهدون لها بدوام فبركة التحقيقات الصحفية، وتم محاسبتها على فبركة التحقيقات. الاخ اللي بيقول لك المراسل يلا يا سيع بحر يا بتاع خالتي فرنسا. ابوس ايدك، ما تكسفناش، انت اخر امل لينا. وبعدين لازم تبقى عارف ان النظام كله متعلق في رقبتك الطويلة دي، وعارف كمان ان احنا بنحبك ومخليينك شعارنا في الانتخابات من يوم ما الحزب اتعمل. ماشي يا جمل حبيبي، يا جمل. بوسه اهو، اديني ببوسك على الهوا حبيبي يا جمل يا حبيبي، يا ابو دم جمل يا حبيبي، حبيبي يا جمل، حبيبي يا جمل، حبيبي يا جمل، حبيبي يا جمل، يا جمل رجع لينا الامل، يا جمل رجع لينا الامل، يا جمل. شفت انا بحبك ازاي؟ ربنا يوفقك. جمل ماله، ماله اللي بيحصل معاك؟ يحيى الجمل ايه؟ بقول لك يحيى الجمل، قول ورايا. اه يا يحيى الجمل، اه يا يحيى الجمل. انا رحت انضم في مره، رحت انضم في مره في قله مندسه، التهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة، لقيت خلق كتيرة تقول مصر بناسها، بتعيجي مليون وبيزيدوا لسه، يا عيني عالقلة يا ليلي عالمندسة. فتشوني وانا داخل، فتشوني وانا داخل بأيادي خارجية، أيادي متلطخة بالفول والطعمية، قلت في نفسي أكيد دي عجينة دولية. لمحت بنت بعيد، لمحت بنت بعيد ماشية بيافطة في الميدان، يا ترى مكتوب بالفارسي ولا ترجمة في لبنان، تلاقي كاتبة عليها الحلوة
دي من طهران ولا هشوف في ايديها الوان علم ايران. قربت لقيت مصرية وكتبة احنا ليه بنتهان. انا رحت اندس في مرة رحت اندس في مرة في قلة مندسة بالتهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة المنظومة فاسدة ننسى سهر راسها. الدم كان بيسيل وده جايب صورة النيل خلى تلفزيوننا فضحته بشخاليل. عايش في الأوهام يخيبك إعلام ده الشعب يريد تطهير الإعلام. الشعب يريد تطهير الإعلام.